النهارده ان شاء الله يا جماعه هنكمل المحاضره اللي خدناها المره اللي فاتت على الرشا الانتاج والاصبر في السير، وان شاء الله نبتدي باول بروبرتي للطاقه المصري ان شاء الله النهارده ان شاء الله هتبقى زي كده. المره اللي فاتت لو نبتدي مع بعض احنا اتكلمنا على حاجه اسمها الرشا للانتاج والاصبر في السير، وزي ما قلنا المره اللي فاتت حاجه اتكلم على اي حاجه بتيجي كلامك انتروداكتوري كيس تسهل لي الامور واربط الواقع واقع حياتي من الحالات بالحاجات النظر اللي انا باخدها. المره اللي فاتت لو نفتكر كنا قلنا ان واحده عندها 14 سنه اشتكت من كل شويه رجلها اللي هو ما بتاخدش علاج كويس، حصل لها مشكله في القلب ادت الى تاثر في حاجه اسمها مايكرال فاتس، وقلت انا هاخد الكلمه مايكرال فاتس ده اساس انتروداكشن بقى لشغلي. خدنا الستراكشر اوف كارديو فاسكولار سيستم، وقلنا ان انا عندي بسرعه كده في حاجه اسمها بلاد فيسل وحاجه اسمها هارت. قلنا البلاد فيسل ده اول حاجه اتكلم عنها لان فيها نقط مهمه جدا عايزين نعرفها، ثم بدانا نتكلم على الهارت. عرفنا ان الهارت بيتكون من فور تشيمبرز صح؟ تو اتريال اند تو فينتركل صح الكلام يا جماعه؟ وبدانا ناخد مواصفات الكاردياك ماسل والهارت نفسه. قلنا عندي تو اتريا وتو فينتكلز، وقلنا ما بين الاتريا والفينتكلز في ايه؟ تو فالفز نقول عليها ايه؟ اتريو فينتريكولار فالفز. ثم ما بين الفينتكلز والاورطه والبلمونري في انذر فالفز نقول عليها السيمي لونر فالفز. ثم بدانا نتكلم على الفانكشن بتاع كل جزء في القلب. عرفنا الاتريا الوظيفه بتاعتها ايه؟ والفنتكلز الوظيفه بتاعتها ايه؟ والكاردياك فالفز صح الكلام يا جماعه؟ وكل جزء منه زي ما قلنا غايه في الاهميه ان انا اعرف ممكن اسيب بمنتهى البساطه سؤال شرط اكس صغير يقول لك ايه؟ ديسكاس او تايم فانكشن تو الاتريا او فانكشن تو الفنتكلز او فانكشن تو كاردياك فالفز صح الكلام؟ واثناء ما كنا بنشرح كنت بقول ممكن اتسال عليها ازاي؟ والكاردياك فالفز ايه المالك؟ هتسال discuss or outline or mention cardiac valves function. اجي اقول cardiac valves function يبقى لازم اقسمهم كده. في عندي حاجه اسمها الاتريو فنتريكولار فالفز والسيمي لونار فالفز، واقوم راجع مقسمهم الاتريو فنتريكولار فالفز. عندي في حاجه اسمها ايه؟ على الرايت سايد حاجه اسمها ها؟ ترايكاستل، وعلى الليفت سايد في حاجه اسمها المايكر، ثم السيمي لونار على الرايت سايد المونري فالف، وعلى الليفت سايد حاجه اسمها ايه؟ الاورتيك فالف. كلام كويس قوي. ثم قلنا بقى عندنا الكارديك تيشو ان جنرال، انا بعمل جاست انفيجن بسرعه كده يا جماعه عشان ندخل في الكلام اللي احنا ما كملناهوش المره اللي فاتت. اتكلمنا على الكارديك تيشو ان جنرال، في حاجه اسمها الكونكتيف تيشو وحاجه اسمها الكارديك ماسل اتسلف. الكونكتيف تيشو هيبقى موجود فين؟ في الهارت سته، في الفايبرز فالفز، في الكوردا تنتين. ثم الكارديك ماسل عرفت ان انا في عندي حاجه اسمها اورديناري كاردياك ماسل وحاجه اسمها سبيشاليز كاردياك ماسل. الاورديناري كاردياك ماسل اللي هي في الاتريا والفنتكلز، والسبيشاليز كاردياك ماسل سواء النودل او الضبط. اتكلمت على النودل في اس اي نود اللي هي السينو اتريا نود والاي بي نود، وعرفنا الفرق بينهم. ممكن اتسيب بمنتهى البساطه كومبير اند كونتراست بتوين ايه؟ بتوين اس اي نود اند اي بي نود. يبقى اتكلم على كل واحد فيهم زي الصوره دي كده اعرف ايه؟ السايد موجوده فين؟ في الواحده فيهم، ثم السايز، ثم الفانكشن والانرفيشن. وعرفنا مين فيهم البيس ميكر اوف ذا هارت وليه؟ كلام كويس. ثم اتكلمنا عن على الكوندكت سيستم، وهنعيده تاني واحنا بنتكلم في الكوندكتيفيتي از ا بروبرتي للكارديال ماسل، صفه للكارديال ماسل. حاجه اسمها الاي في باندل والباند برانش سواء على الرايت او الليفت والبرتيشن فايبر. وعرفنا ان اسرع ريت اوف كوندكشن بيكون فين؟ هل في الاي في باند او الباند فيس ولا في الباند برانش ولا في البرتيشن فايبر؟ في البرتيشن فايبر. السرعه تقريبا كام قلنا؟ انا بتسال فيها 4 متر بير سكند. وضح الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. ثم اتكلمنا على الاوردينري كاردياك ماسل اللي هي سواء في الاتريا او الفنتريكل ومواصفاتها ايه؟
عرفت انها ايه؟ واخده صفات من السكيلتال، واخده صفات من السموث، مش قلنا الكلام ده يا جماعه؟ وعرفنا انها بتمتاز لانها الرينجد البرانش، البرانش زي ما شفنا الخطوه دي كده، الرينجد البرانش وريتش الميتوكوندريا، وفي حاجه اسمها انتر كينيتد ديسك، وريتش ان حاجه اسمها جام جانشن. فمنها ريتش ان جام جانشن بيخلي الكارديا ماسل تو اكت از وان سينسيتم او اكت از وان سيل. ليه؟ لان الجاب جانكشن ديت لو ريزيستنس جاب بتعدي الالكترولايت او الايونات في كلا الاتجاهين بسرعه. ثم عرفت بعد كده ان ايه؟ الليفت فنتريكولار ايه مهمه جدا بس هي فيها شكوى كتير وممكن تسال صغير قوي مش رئيسي. عرفت يعني ايه ليفت فنتريكولار ايه؟ مين الموست امبورتنت؟ هل هو الرايت ولا الليفت فنتريكولار؟ وعرفنا ليه؟ مين اللي مور ثيكر؟ ومين اللي بيهلب الاذر لو في مشكله فين؟ الليفت طبعا صح؟ وشفنا الشيب بتاعه هلاقيه ماله؟ هلاقيه مصري وواخد الشكل السيريكال لكن التاني واخد شكل ايه؟ اوبلوك. كلام كويس. ثم اتكلمنا على الايه؟ الديفرنس ابيس اندوبريك كلها واتكلمنا في النقطه دي. طيب كنا واقفين على حاجه اسمها بيريكارديا. بيريكارديا. الهارت وايبر ركزوا معايا كده. الهارت وايبر زي ما قلت تاني بتكرر على الشطار، قلت ان انا عندي في تو اتريا صح الكلام؟ وفي تو فنتريز خلاص؟ واتفقنا هنا هو ان في حاجه اسمها الاي في فالفس ما بين الاتريا والفنتريز، وفي هنا هو حاجه اسمها ها سيمي ليونر فالفس سواء اورتك او بانوري. كلام كويس قوي. قال لك خلي بالك حوالين القلب في ساق زي كيس كده له مواصفات معينه بتحيط بهذا القلب. اسم الساق ده ايه؟ حاجه اسمها بيريكارديا. يبقى بالشكل ده كده يا جماعه وهنشوفها حالا كصوره. في تو لايرز كده، ادي لاير داخليه ولاير خارجيه. تو لاير صغيره للقلب لازقه في القلب بقول عليها الفيسرال لاير، يعني الفيسرال يعني قريبه من الفيسرال من الاورجن نفسه. وفي لاير يعني طبقه او هو الجزء الخارجي منها او الداخلي منها، دي بتقول عليها اللي بره بتقول عليها قرايه القلب الخارجيه، وما بينهم وبين بعض فلويد رؤيه قوي. بصوا يا جماعه لو انت شفنا كوبايتين، جبت كوبايتين ميه وجبت كوبايه حطيت فيها شويه ميه صغيرين والكوبايه الثانيه وانت حاططها فيها زي دي كده مثلا في كوبايه. بصوا يا جماعه انا دلوقتي لو جربناها حتى في البيت انت جبت كوبايه ميه بس ما تجيبهاش عشان ما تكسروش الكوبايه. كوبايه ميه حطيت فيها شويه ميه صغيرين قوي قلت جاي كوبايه الميه الثانيه حطيتها فيها كل الاثنين على بعض. هاجي اطلع الكوبايات من بعض كده مش هيطلعوا خالص الا بعض فوق تتكسر. بلاش دي، احنا خدنا هيستولوجي صح؟ بدانا ناخد هيستولوجي وبدانا نشوف شرايح الهيستولوجي صح؟ لو جبت انت شريحتين اللي هم الازاز دول وقمت حاططهم فوق بعض بس بينهم وبين بعض نقص ميه صغيره مش هتقدر تشيلهم من بعض الا واحده فوق تتكسر. فانا عندي تو لايرز زي اكني بالون كده يا جماعه. شوف حتى الصوره اللي جايه ده تورينا ازاي يعني شبه الكارديا. بصوا اكني جاي بالفلتر كده بالون وبالايه؟ بايدينا اللي هو ضغطنا على الايه البالون يعني مش مفتوحه جامد فهتديني طبقتين متخيلين يا جماعه؟ يعني انا عندي المسافه او البالون اهو قمت جايب ايديا كده وحاططها في ناحيه من البالون وضغطت. التو لايرز بتوع البالون الجدارين بتوع البالون دول هيقربوا من بعض. واحد هيبقى لامس ايدي واحد بعيد صح؟ اللي لامس ايد ده هو بيقول عليه حاجه اسمها ايه؟ الفيسرال لاير الطبقه اللي لامسه ايدي. والبعيده بيقول عليها البارايتال لاير. زي هنا كده انا البالون اهو وعملناها بايدينا بالشكل ده. ايدينا هنا اكنها انا حاطط القلب. القلب اهو حواليه تو لاير. هو في حاجه اسمها بريكارديا ساك
هي عباره عن دبل لير. تاني دبل يعني اتنين، لير يعني جدارين، يبقى دبل لير او دبل وول ساك. ماله؟ بيحيط بالقلب، ذاتس الراوند الزهار، يبقى دبل وول ساك. زي روفيلا هير وبتحيط بالقلب بجدارين منهم فلور عشان يبقى لير ماسكين في بعض يتحركوا مع بعض. وكل شيء عنده بمقدار، ربنا عمل كده ايه؟ يبقى اكيد ده وظيفه. يبقى تاني اهو البريكاردن هو عباره عن دبل وول ساك ذاتس الراوند الزهار بيحيط بالقلب. اللي لامس القلب بقول عليه الفيسرال لير، واللي بعيد عنه بقول عليه البارايتال لير، وما بينهما فيه ايه؟ سيرة فلويد، شويه ميه صغيرين قوي موجوده في هذا الساك. الهدف منها ايه؟ شويه الميه الصغيرين قوي دول عشان يخلوا التو ليرز ماسكين في بعض. كلام كويس. اللير بقت يبقى تو الاو ايزي موفمنت اوف ذا، واحده واحده تاني. يبقى انا عندي الهار عشان اعمل له روتيشن قبل ده، وهي مش مهمه يا جماعه، مهم فايتال اورجن. فعلشان اعمل له روتيشن عنايه بنحيطه زي ما هناخد ان شاء الله في الابدومين وفي الشيست في الاناتومي وفي الفسيولوجي، هنعرف ان كل جزء في الابدومين او في الشيست اللارج برضك محاطه بساك زي ده. الهدف ان ده حاجه مهمه عايزين نحميها. فالهار علشان احميه حطه داخل ساك. الساك ده هي بتتكون من تو لايرز، اللي لمسه لها بتعملها الفيسرال واللي براها بارايتال، وما بينهما سائل بسيط جدا عشان يخلي الاثنين يتحركوا از وان يونت. طيب ايه الفايده اللي تيجي بقى من ورا وجود هذا البريكارد؟ اولا قبل ما اروح على الفايده اعرف نقطه مهمه. الحاجه لما بتزيد عن الحد بتتقلب للضد، صح؟ كمية سيرف سلو، كمية مية قليلة أوي موجودة ما بين التو ليرز بتخليهم يشتغلوا أز وان يونت، يتحركوا مع بعض. لكن لو زادت عن الحد باثولوجيكال ماضي مش هتخليهم يتحركوا مع بعض، بالعكس ده هتعيق الفانكشن اللي هيبقى بعض، هتعمل مشكلة للقلب. طب أعرف الفانكشن إيه؟ وأعرف لو زادت كمية الفلويد هسميها إيه؟ لأنها مهمة جدا لنا دلوقتي ومهمة جدا إن شاء الله لما نكبر شرح الباثولوجي الوعاء من الامراض او في البطن ان شاء الله او في الصدر. المهم ايه وظيفه البريكاردي؟ انا قلت عباره عن دبل وول ساك بيحيط بالقلب. الهدف ايه؟ سبورت ذا هارت تو سراوندنج تيشو. بمعنى انا عندي دلوقتي الهارت موجود اهو، الهارت حواليه ايه؟ تو لايرز من الساك دي، ساك ماسكه فيه وساك ماسكه في السراوند، والاثنين بيتحركوا از وان يونت، اللي هو الايه؟ التو لايرز دول از وان يونت. يبقى انا دعمت القلب في مكانه ولا لا؟ ثبته في مكانه ولا لا؟ كلام كويس. يبقى اول حاجه تو سبورت يعني يدعم. لو في كلمه صعبه انا بقولها يا جماعه اذكروا. يبقى تو سبورت ذا هارت تو سراوندنج تيشو، ادعم القلب في مكانه يبقى مدعم برضك بمساعده الاذر تيشو اللي سراوند. طب تاني حاجة سبورت ذا اتريا تو بريفنت اتس اوفر ديستنشن. يعني ايه الكلام من ده؟ خليكوا يا جماعة الاتريا المرة اللي فاتت انا قلت الفانكشن بتاعتها ايه؟ ها؟ ايه؟ اكتيفيتي از بلاد ريزرفوار بتستقبل الفينس ليتير اللي هو الدم اللي متجه للقلب، صح الكلام؟ وبعد كده بتنزله بوسط الجرافيتي 70% منه للفيلم، صح الكلام؟ طيب لو عرفت من المره اللي فاتت برضك ان الاتريوم ثين وول، صح؟ ما هوش ثيك وول. فبالتالي اما واحد يكون رياضي، ايه رايكم؟ ركزوا معايا. اما واحد يكون رياضي عضلات بطنه تكون مقسمه ومشدوده وبطنه مشتركه، ده صح. لكن واحد مش رياضي يبقى سهل ان ايه؟ يبقى في بنديلس ابدومين، الابدومين طالعه لقدام لان الايه؟ الابدومينال وول في الحاله دي ضعيف، صح؟ فالاتريا من الوول بتاعها رقيق، يعني يعتبر ضعيف مقارنه بالفنتركل. لو كميه الدم زادت له هيضاف هيكبر. فعلشان نحميه من انه يكبر ويغير وظيفه القلب، الساك ده بيقوم بالوظيفه دي.
يبقى تاني وظيفه انه بيمنع ان القدر يكبر زياده عن اللزوم. اكن عامل دعامه خارجيه، اكن واحد مثلا عايز يعمل ايه؟ مرات ضغط ولا حاجه ويلف حوالين بطنه عشان ما تعلاش قوي. صح؟ نفس الكلام هنا. بلاقي في عندي هذا البريكارد يفساد لما بيحب القلب بيعمله ايه؟ بيعمله كدعامه. بيمنع الماركت ديستنشن او انها تزيد زياده عن اللزوم. يبقى اول حاجه عندي بيسبورت الصهارات والسراوند تيشو، ثاني حاجه سبورت ذا ايتريات وبيفنت اتس اوفر ديستنشن في حالات زياده للفينس ريتيرن او ارتجاع الدم نتيجه مشكله في القلب، ما علينا، المهم يمنع ان الاتريوم يزيد حجمه زياده عن اللزوم. تاني حاجه بريفنت ماركت اكسبانشن اوف ذا هارت ديورنج اكسرسايز. ان شاء الله قدام واحنا بناخد في كارديو فاسكولار سيستم هنعرف ان لما الواحد يعمل رياضه يا جماعه تمارين وتدريبات اللي هو اكسرسايز بيزيد الدم المرتجع للقلب. خلاص؟ اما يزيد الدم المرتجع للقلب لو انا ما فيش دعامه للقلب بوجه عام كتر يومين هيعمل مشكله في حجم القلب وهتاثر على الوظيفه زي ما اتكلم في الكارديا كونتراكتيف بعد كده ان شاء الله. فعلشان نعمل دعامه للقلب وجود هذا البريكارديا ساك بيعمل ايه؟ سبورتنج ايه؟ للوول بتاع الهارت از اول من الماركت انكريز للفينس ريتيرن في حالات زي حالات الاكسرسايز. اخر حاجه بصوا يا جماعه الرسمه اللي قدامي دي زي ما هو واضح عندي النواه انا النهارده اهو وقلت في بلاد فيسلز ماسكه في القلب وهنتكلم عنها النهارده. في عندي النواه حاجه اسمها الايه؟ الاورطه، صح الكلام؟ وعندي هنا حاجه اسمها البالونه الاكرام. عندي النواه حاجه اسمها سوبيريور في النكيفه. عندي هنا حاجه اسمها انفيريور في النكيفه. وعندي النواه فور بالموناري فيز، صح؟ والقلب طول الوقت بيديني في طلايف في سكتر واحد لسه جايين في بطنه وقاعد يعمل كونتراكشن ورلاكسيشن، كونتراكشن ورلاكسيشن. طب متخيلين يا جماعه اورجن كده متعلق في الجو كده ويجي يعمل كونتراكشن ورلاكسيشن هيتهز ولا ما يتهزش؟ هيتهز، مش معطوط تحزمه او محبال يثبته في مكانه. فانا دلوقتي لو القلب متعلق زي ما هو كده جوه الجسم وما فيش حاجه بتدعمه الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاعه هيعمل ايه؟ ممكن يخلي الفيسل دي تحصل لها تويستنج، يعني ايه؟ الدنيا على بعضها كده وتقفل. صح الكلام؟ هتتحرك حاجه بيتحرك انت جوه الجسم بيتحرك من فوق او لتحت، ممكن زي خرطوم ميه. خرطوم ميه لو ايه؟ لو انتهى كده يخلي الميه تمشي بسهوله؟ لا، فاحنا هو عرضه للقلب وهو بيتحرك عرضه ان لازم الفيسل يحصل فيها تويستنج، يعني النقاء من قلبي كده. من رحمة ربنا وجود هذا البريكارديا ساك وبيروح حواليه البلاد فيسلز ده بيعمل لها تدعيم بره. انتوا عارفين واحد بيقول لك حصل عنده حاجه اسمها هرنيا، ان شاء الله نسمع حاجه اسمها بيقول لك فتح عيب عنده. يقولوا ايه؟ انا محتاج عمليه تدعيم او دعاه، اكيد دعاء حاجه تثبتها. طفل صغير بيروح يكتب مثلا بالسرعه بتاعته طالعه من ده يقول لك عايزين ندعمه، حط له حاجه كده حزام سره عشان يدعمه. فانا عندي دلوقتي في جزء ضعيف اهو في جدار الايه؟ في جدار القلب اهو طالع منه ارض. لو انا ما كانش حاجه عامله تدعيم لهذا الجزء عرضه ان ده يمتلي او يتقفل فبالتالي الدم ما يخرجش من القلب، صح ولا لا؟ فهلاقي دلوقتي الوظيفه الاخيره هنا للبريكارديا انه بيكستن يعني بيمتد. الاقي ان بيت فيسلز زي الاورطه زي البلمونه زي البلمونه الفيز سوبيريور وانفيريور في النكيفه فيعمل بريفنت زيت تويستنج. تويستنج يعني ايه؟ تنتهي او تنتهي تنتهي كده وتقفل. تويستنج ديورنج هارت روتيشن وذ كونتراكشن. مع الكونتراكشن يا جماعه زي ما هنشوف ان شاء الله في الاخر ايه؟ كونتراكشن تاكسيشن بتتحرك زي روتيشن كده. نفس الصوره يا جماعه يبقى بالتالي البريكارديا از ديفينيشن مهم جدا لان الديفينيشن بتاعه عباره عن ايه؟ دي دبل لاير او دبل وول ساك بتحيط بالقلب في برايتن وفي فيسرال لايرز بينهم سيرس فلويد كميته قليله. الوظيفه عرفناها سواء بيدعم الكتري او الهارت هاز هول او الفيسل او بيمنع الماركت اكسبانشن اوف ذا هارت. طب النقطه المهمه قوي ركزوا معايا. في بعض الامراض يا جماعه بيحصل ان السيرس فلويد يعني احنا شايفين الصوره دي اهي السيرس فلويد اللي موجود هنا كميته قليله جدا
ودي بتساعد في ان التو لايرز شغالين از وان يونت. خلاص؟ طيب افرضوا بقى لاي سبب مرضي لقينا ان الفلويد هنا زاد قوي، الفلويد ليه زادت؟ ماركت انكريز ان ذا زيروس فلويد ان ذا بريكارديال ساك. البريكارديال ساك ده اهو ده البريكارديال ساك. المفروض في كميه فلويد قليله قوي، وعرفنا وظيفتها ايه انها تكون قليله. لمرض ما زادت كميه قوي. Abnormal increase in this fluid, in this serous fluid. الحالة دي بيسموها حاجة اسمها pericardial، هنجيب سيرتها بعد كده إن شاء الله. حاجة اسمها pericardial effusion. يقول لك ده في تجمع إيه؟ من serous fluid كتير قوي حوالين القلب. طب إيه رأيك؟ إن لو في فلويد كتير قوي حوالين القلب مش هيضغط على هيعمل ريستريكشن، يعني هيحدد الحركه بتاعته، هيقلل الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاعه، زي ما يكون واحد ايه بيكتف واحد كده عشان التاني يضربه، صح ولا لا؟ فانت دلوقتي بدل ما كان البريكارديال ساك عامل مساعد يحافظ على الدم، لا ده ابنورمال انكريز ان ذا سيروس فلويد هيؤدي الى ريستريكشن، يعني يحدد او يقلل الافكت لو حصل ماركت انكريز ان سيروس فلويد. كلام كويس قوي. طيب ركزوا بقى، خدوا نفس عميق، الحته دي مهمه قوي وهتلاقوا سؤال عليها ممكن تتسال ام اس كيو او شفا. ومره من زمان قوي، يعني كانت حته صغيره قوي، من زمان قوي حته صغيره قوي، ايه شورت ليست صغير قوي، تلاقي الناس بتذاكر الحاجات الفيري كومن الكبيره وتسيب الايه؟ الحتت الصغيره، تيجي تفاجئ انها اتسالت في الايه؟ في الفرصه الصغيره دي. قال لك خلي بالك كاردياك ميتابوليزم، انت علشان تتحرك وتروح وتيجي جسمك عايز غذاء، صح ولا لا؟ ايه رايك؟ القلب زي اي اورجن عندنا علشان شغله واساليب محتاج نورشن، محتاج غذاء. قال لك الكاردياك ميتابوليزم بيمتاز بالصفات الاتيه. اول صفه عندي انه ايروبيك ميتابوليزم. في فرق بين الميتابوليزم والميتابوليزم دول يا جماعه، ركزوا معايا. في كلمه اسمها ايروبيك وحاجه اسمها ان ايروبيك. المفروض احنا ماشيين دلوقتي يا جماعه نرجو مصر، خدنا نرجو مصر؟ نرجو مصر، يعني سمعنا عن حاجه اسمها ايروبيك وان ايروبيك ميتابوليزم، هنسمع عنهم نبدا في مصر ان شاء الله. بصوا يا جماعه، كلمه ايروبيك سمعتوا عن الايروبيك؟ الغذاء الاساسي الفري فاتي تقريبا 67% من الغذاء
ياتي بعده مين بعد كده؟ الجلوكوز ثم اللاكتيت ثم الميه الاسيد. الميه الايه بتاعنا مش خالي المين فيول بتاعه مين؟ الجلوكوز. كلام كويس. يبقى عرفت انه ايروبيك ركزت. تاني حاجه عرفت المين فيول هو ايه عشان لو سالنا اكس كيو يقول لك ويتش وان اوف ذا فولوينج از ذا مين فيول فور ذا هارت ادل ذا هارت. يبقى ليه دلوقتي؟ الفريفاتي اسيد. طب ايه الصفات الثانيه؟ انه ريتش الميتوكوندريا زي مين لو تفتكروا لما كنا اتكلم على ها مش انا قلت الكاردياك ماسل يا جماعه ريتش الميتوكوندريا فهو الكاردياك ميتابوليزم بيعتمد اعتماد كبير قوي على وجود الميتوكوندريا وبيعتمد على ايه الكاردياك ماسل ريتش ان ايه الحاجه اسمها مايوجلوبين يبقى الميتابوليزم بتاع الكاردياك ماسل بيعتمد اعتماد كبير على الاكسجين بالذات الادل طهار بيعتمد على ان في ميتوكوندريا كتير هتدي طاقه بيعتمد على مايوجلوبين زي ما هناخد في الريسبيريشن ان شاء الله المايوجلوبين ده بيخزن اكسجين شفتوا كل حاجه بتخدم على التاني ازاي كلام كويس قوي طب ركزوا معايا وخدوا نفس عميق وبصوا السؤال ده عشان لو حد يهزر معايا لان دايما احنا في الفسيولوجي يا جماعه بنقول ايه فسيولوجي از ذا ساينس اوف هاو اند واي الطالب الشاطر يا جماعه كل ما تتقال له كلمه لازم يسال نفسه ليه الارض هاك نعمل فيزا الاسد طب الفيزا الهاك انا اتاكد على كلمه الهاك بتكتبوا كلمه صغيره ده مش مكتوب في كتاب بس تنسيت شكله الفيتا الهاك القلب بتاع الجليد جلد فيتاس يعني عين لسه الفيتا الهارت بيعتمد ملي على ايه؟ على الفريزا الاسيد ده بيعتمد ملي على الجلوكوز طيب لو واحد قضى الهارت بس عنده هارت فيلر يعني فشل في وظائف القلب هيبقى المين فول بتاعه مين؟ الجلوكوز برضه الجلوكوز هو ذا مين فول في حاجتين هو الغذاء الرئيسي في حاجتين الفيتال هارت القلب لسه العيل في بطنه لسه جنين وفي الادلت هارت لو في هارت فيلر لكن الهيلثي هارت ده الفريزر اسيد السؤال هنا بقى ليه الادلت هارت الميل فيول بتاعه الفريزر اسيد ها علي صوت طب ما تيجي الراجل هنا بدل ما انت رايح قول علي صوت طب ليه الطريقه ما بياخدش الجلوكوز؟ هو ايهما اسهل يا جماعه ركزوا معايا هديها لكم مثال بسيط. شرط ايه كمان؟ طب ليه في الفيتاس وفي الهارت فيلير الجلوكوز هو الاساسي؟ بص يا جماعه دايما لما اسالكم سؤال تربطوا الكلام بالمعلومه اللي انا لسه قايلها قبلها شوفوا يا جماعه لما يجي يسالك سؤال حتى جت سيره الميتابوليزم والضغط واسالك ايه سؤال فين؟ اديك المعلومه بصوت عالي انفضاض الميتابوليزم والضغط انه ايروبيك ايروبيك محتاج اكسجين صح الكلام؟ هربط الكلام بقى بايه؟ بالمينفو في المينفو ولا لو قلت مين؟ الفريزا في اسف انا خلي بالك الفات زي ما زميلتكم قالت بيدي مور انرجي صح الكلام مش كده وبس بيقدر يتخزن ايزي تو بي ستورد وبكميات كبيره وكميات مهوله ايوما افضل كده وانت رايح جاي ان شاء الله تصوم في رمضان وتتصحى ايوما خليك تبص دلوقتي كذا واحد يقول لك انا على فكره او تحصيل التاني قال له انا هعصر مين؟ انا هاكل فول. مين اللي يصبر في الصيام اكتر؟ اللي شرب كنز ولا ليموناتا ولا عصير ولا اللي كل طبق فول؟ اللي كل فول ليه؟ لان الفول على ما يتهضم يكون اليوم خلص. التاني فرح بايه؟ فرح انه ايه؟ خد الجلوكوز بسرعه هيديله طاقه بسرعه بس مفيش ساعه زمن ولا ايه في الارض. صح ولا لا؟ الجلوكوز جميل جدا وسهل
متخسر بكميه كبيره في الجسم، والقلب نفسه ممكن يخسر كميه منه. فبالتالي يقدر يستحمل، والقلب زي ما احنا عارفين شغال طول الوقت، ولا هل بيشتغل شويه وينام شويه؟ شغال طول الوقت، صح الكلام؟ طب السؤال هنا ركزوا معايا، يبقى السببين ده عشان نقسم الجسم. اول حاجه بيدي طاقه كتير مخزونه في الجسم كتير جدا. تالت حاجه ان الجلوكوز محتاجينه في حاجات مهمة كمان، ممكن أهم كمان. هتقول لي أهم القلب ولا في حاجات مهمة؟ البرين، النيفو، الجزر الرئيسي للبرين هو مين؟ الجلوكوز. البرين ما يقدرش ياخد فري فاتي أسيد. صح الكلام؟ طب السؤال هنا بقى، ليه الفيتس والأضل اللي هو عنده فيلر ما يستخدمش الفري فاتي أسيد بسهولة، يحتاج الجلوكوز؟ العيل هو جايبه في بطن أمه بيبقى عنده حاجة اسمها هاي ريلاتيف هايبوكسيا، الاكسجين قليل. صح الكلام؟ فاسهل له انه يستخدم مين؟ الجلوكوز. طب واحد الهارت فيلر للقلب مش شغال كويس هيبقى عنده هايبوكسيا بقى. من اهم صفات زي ما هناخد الاستايليشن ان شاء الله، من اهم مواصفات الهارت فيلر ان العيان ده هو بيبقى عنده هايبوكسيا. هايبوكسيا يعني اكسجين قليل، اللي مش عارف يكتب هايبوكسيا. هايبوكسيا يعني بصوا يا جماعه، هايبو يعني قليل، اوكسيا يعني اكسجين قليل في الدم. وضحت الصوره؟ يبقى اما تسالي السؤال دلوقتي زي الانفو والفورد ليه هارت؟ الفيتال هارت مين؟ يبقى جلوكوز. الادلت هارت في حالات هارت فيلير مين؟ مين؟ الجلوكوز. طيب في الادلت هيلثي هارت؟ وعرفنا ليه؟ ايه رايكم؟ الميتابوليزم سهل ولا صعب يا جماعه؟ سهل، لو جت شفت نوت صغيره او سالنا شاب او ام اس كيو مفيش اسهل من كده. طيب فانكشنال ستراكشر اوف بلاد فيسلز، ركزوا بقى اخر حته في المحاضره اللي فاتت عشان نبدا الجزء الجديد بقى اللي هي كاردياك جروبات. البلاد فيسلز المره اللي فاتت جبنا سيره حاجه اسمها ارتري وحاجه اسمها فين وحاجه اسمها كابيلاري. جبنا سيره مين؟ واحنا بنتكلم من شويه جبنا سيره اورطة وبالمونري ترانك. جبنا سيره فور بالمونري فينز، صح الكلام يا جماعه؟ وجبنا سيره سوبيريور وانفيريور فينا كيفا. يعني ايه ارتري؟ يعني ايه فين؟ يعني ايه كابيلاري؟ دي النقطه اللي عايز اعرفها دلوقتي. الارتري يعني ايه؟ نتخيل عقل القلب ده انا وياك ركز. حد يقدر يديني ديفينيشن يعني ايه ارتري؟ تعريف يعني ايه ارتري؟ بالعربي حد يعني ايه ارتري؟ بس ما يقوليش يعني شريان. خلاص؟ ما حدش يقول ما دي وعرف الماء بعد الجهد بالوطن، صح؟ ايه النط يا حبيبي؟ نط يعني دم يا دكتور، يعني الدكتور مش عارف الكلام ده مثلا. نيجي نسالك يقول لك يعني ايه بلط؟ تقول له يعني دم. ها؟ ايه هو الارتري؟ ايه هو الفين؟ ايه هو الكابيلاري؟ ركزوا معايا. انا عندي الهارت اتفقنا ان الهارت اكت از وان سنسيتي، صح؟ او بعض الناس بتطلع سنسيشن كده او كده مفيش مشكله. وان سنسيتي يعني اكت از وان سيل. طيب فين السيل دي؟ قال لك خلي بالك الكتر يعني ايه اكت از وان يونت؟ اند الرايت سايد اكت از وان سنسيتيا خليه، والليفت سايد اكت از وان سنسيتيا. طيب اطبق المنقوصه ده ديت علشان افهم يعني ايه ارتر، يعني ايه كابيلاري، يعني ايه فين. ركزوا معايا، لو تخيلنا ان الدم جه دلوقتي من الرايت اتريا هينزل لمين؟ الرايت فنتريا. من خلال مين يا جماعه؟ ايه اسمه ايه؟ هل هو المايكرو ولا الترايكاسبيد؟ الترايكاسبيد اللي على الليفت سايد هو المايكرو. هنا رايت سايد يبقى ده الرايت اتريا. من خلال الترايكاسبيد ده هينزل الدم دي الرايت فنتكل. الدم هياخد من الرايت فنتكل من خلال مين؟ حاجه هنا اسمها بلمونري ارت.
ان سموث ماسل، يعني فيه سموث ماسل كتير وبيبقى فين بيانك. يعني ايه؟ السكنس بتاعه دايما من كتر بتاعه صغير. ماشي الكلام يا جماعه؟ يبقى في حاجه اسمها لارج الاستيك ارتري في ماسلر، يعني فيه ايه؟ نوع الارتري ماسلر، يعني فيه ماسل ماسلر ارتري والارتريول اللي هو ايه؟ تصليب ارتري ده سمول برانش بقى دايما بتاعه صغير والسموث ماسل كتير. ثم هذا الارتريول هيتشعب لتفرعات صغيره قوي يقولوا عليها حاجه اسمها كابيلاريز. بس هنا على الرايت سايد يعني جوه الله فيقولوا عليها بالمونري كابيلاريز. في اللون جوه الله بالمونري كابيلاريز. بالمونري يعني حاجه لها علاقه باللون. طيب كل ده هو من اول المرض مرورا بالبلدوري كارت بلاستيك كارت ثم مصر ثم ارتيون. كل دول الميل فانكشن انهم بيعملوا ايه؟ ديستريبيوشن للبلد بيوزعوه بيشيلوه صح؟ يعني بيشيلوا الدم ديستريبيوشن ديستريبيوشن اوف بلد. هنا عند الضم عند الضم حاجه اسمها البلدوري كابيلاريز بلاقي بقى الجدار بتاع الكابيلا ده الشعيرات الدمويه ده قليل قوي صغير قوي. انتوا عارفين المادة يا جماعه؟ عارفين القماشه خفيفه قوي لو حطينا عليها شويه ماء تقع الماء ولا لا؟ لانها بتبقى اللون بتاعها قليل جدا غير ما اجيب طبق جلد سميكه واحط عليها الميه يعني لو قع الماء منها لا. فهي هو الاقي الكابيلا اللي هي بلاقيها فيه في بول وفيها فتحات تسمح بايه؟ ان يحصل جاز تبادل غازات. وهنتكلم عنها في كل ديت في الاسبريشن ان شاء الله. يعني ايه؟ الاكسجين هيدخل ليه؟ الكابيلاري ويخرج منه الكربون دايوكسيد تحت الضمير عشان يحصل ايه؟ تبادل غازات. ما عليه اللي عايز يعرف ينقل الكابيلاري هيحصل عندها جاز اكسجين. طيب الكابيلاري لازم تتجمع بقى على هيئه حاجه اسمها بيقول تصغير كلمة في وليد. يقول عليه وليد أو وليد صغير يعني، أنا وليد أهو صغير فينيول. الفينيول يتجمع مع فينيول تاني مع فينيول تاني يعملوا لي سمول فين. فين أهو. الفيز تتجمع وتعمل لي فور بالمونة للفيز. هيدخلوا على انهي سايد؟ على الليفت سايد اوف ذا هارت. فور بلمونري فين، فور بلمونري فين. واضح قوي ان الفينز راحت منين؟ الليفت سايد اوف ذا هارت. صح الكلام؟ يعني خلي بالك المشي ده المشوار اللي انا عملته ده هو بيقولوا عليها حاجه اسمها بلمونري سيركوليشن. الدوره الدمويه الصغرى بيقول عليها ايه؟ الدوره الرئويه. سمعناها ايام ما كنا بناخد في الاحياء صح ولا لا؟ الدم هيجي منين؟ من الرايت في اتجاه الرايت في اتجاه البلمونري فيسلز في اتجاه البلمونري كابيلاريز ويتجمع لي على هيئه بلمونري فيز. ضربت عصفورين بحجر من الكلمتين دول. اول حاجه لحاجه اسمها ارتري، حاجه اسمها كابيلاري، حاجه اسمها فين. بقسم وهرجع تاني اتكلم عن الناحيه الثانيه حالا بس خلينا نطبق الكلمتين دول على البلمونري سيركوليشن. بقول ان الفيسلز عباره عن ثلاث حاجات اساسيه، ركزوا كده يا جماعه. اول حاجه اسمها ارتس او يقولوا عليها ديستريبيوتنج سيستم. ديستريبيوتنج يعني الحاجه بتوزع خلاص. ثم كابيلاري نتورك اللي عندها يحصل ديفيوجن سيستم اللي هو تبادل غازات او تبادل نيوترينتس او غيره. ثم فيز بقول عليها كوليكتنج سيستم هتجمع الدم ترجعه تاني في اتجاه القلب. اقول لك ديفينيشن لكل واحد فيهم.
بيطلعش الريسك، بيشيل الدم من القلب في اتجاه البريفري بقولها الارض. بلاد فيسل تاني يشيل الدم من البريفري في اتجاه القلب اقول عليه فين. بلاد فيسل تين وول ويحصل عنده جاز اكستشينج او نيوتريانت اكستشينج او ويست برودكت اكستشينج بقول عليه ايه؟ كابيلا. وضحت الصوره؟ الارترز بيقول لك في عندي منها ثلاث انواع زي ما انا قلت. حاجه اسمها الياستيك ارتر، ركزوا دي مهمه قوي هتتكرر واحنا بنتكلم في البلاد بريشر. الالاستيك ارتري زي الاورطه وزي الايه؟ البلمونري ارتري زي ما قلنا بتمتاز بصفتين. حاجه اسمها امبلانس وحاجه اسمها الاستيك ريكويل. حد معاه استيك يا جماعه؟ ها؟ حدش معاه استيك؟ حد معانا الفرقه؟ حد بيوقف الفرقه كده في المحاضره والثانيه بتاعتك؟ بصوا يا جماعه الاستيك مين معاه استيك؟ المنفخه؟ هات ايه؟ يجيب السواد. ركزوا معايا بقى النقطه دي مهمه جدا جدا. زي ما بيقولوا دي هتاخد ثواب كتير، انا هوريكم حاجه مهمه. ركزوا يا جماعه. بلاقي ان اللارج ارتس زي ما بقول فيها الاستيك ايه؟ عامله زي الايه؟ زي الاستيك. الاستيك انها شيبه. ركزوا معايا يا جماعه. بصوا يا جماعه. ده عامل زي اللارج ارتس، في الاستيك ايمنت كتير. خلاص؟ انا جيت دلوقتي قمت عامل ايه؟ ها شدته، بذلت مجهود علشان اشده، مش انا كده بذلت مجهود ولا هو شد لوحده؟ بذلت مجهود. اما بذلت مجهود عملت ايه؟ عملت له ديستنشن. صح؟ طيب انا هسيبه رجع في ريكويل، استخدم الطاقه اللي خزنها في الاول في انه يرجع لما انا هسيبه، صح؟ يبقى الالاستيك إيليمنت اللي موجود في اللارج ارتري بيديني ميزه غايه في الاهميه. ان اثناء السيستول، اثناء السيستول اللي هو الكونتراكشن اوف ذا هارت، بلاقي فيه بريشر عالي مع ضخ الدم زي ما انا اخد في الكاردياك سايكل. البريشر العالي ده هيشد مين؟ هيشد الالاستيك إيليمنت اللي موجود في اللارج ارتري. الطاقه اللي وزنت هي بتتخزن في الوول بتاع اللارج ارتري. فبالتالي اثناء السيستول وجود الالاستيك اليمنت دهيت بتمنع الماركت انكريز ان سيستوليك بلاد بريشر، الضغط الانخفاض. بقول واحد ضغط الايكو ده 120 على 80. ال 120 زي ما هنتكلم ان شاء الله في المحاضره بعد كده هو الضغط الانخفاض اللي بيكون عليه سيستوليك بلاد بريشر. وجود الالاستيك اليمنت دهيت بيخلي جزء من البريشر بيتخزن كطاقه وضع الوول في الجدار بتاع الايه؟ الارض. فيمنع ان الضغط الانخفاض يعلى قوي. مع الدايستول اللي هو بقى القلب بيرتحي. اما القلب بيرتحي البريشر الدايستول ما يبقاش صفر ليه؟ ما هو مفيش كونتراكشن. ليه ما يبقاش صفر؟ لان انا عندي في الاستيك اليمنت موجود كان واخد طاقه مخزنها عنده. مع ريلاكسيشن يرجع يحصل ريكويل يرجع فيحافظ على البريشر عند الدايستول. ولذلك يا جماعه ركزوا معايا في نقطه غايه اهميه هنكررها بنتكلم في الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر اللي نام. ركزوا يا جماعه. قال لك الراجل الكبير في السن او واحده كبيره في السن اللي عندها تصلب في الشرايين تلاقي السيستم بتاعها عالي قوي والدايستول قليل قوي. الضغط الانقباضي عالي والضغط الانبساطي قليل. ليه؟ لان مفيش كلاسيك انبوت. يبقى اللارج ارتر ده هي الالاستيك ارتر ده هي بتمتاز بكومبلاينس انها تقدر ايه؟ تتشد وتخزن جزء من الطاقه ده هي المبذوله في الوول فتمنع الماركت انكريز ان سيستوليك بلاد بريشر. والريكويل بتستخدم الجزء اللي اتخزن في انها تحافظ على الدايستوليك بلاد بريشر ما يبقاش صفر. ثم الماسكولار ارتر بيقول ان هو عليها لو ريزيستنس ريسيف يعني معناها ضغط الدم ما بيقلش كتير جواها بتحافظ على بلاد بريشر ما يبقاش قوي. المشكله كلها في مين؟ في الارتريوز. وده يبقى لها محاضرات لوحدها. دايمتر اوف ارتريوز هتاخدها كمحاضرات في الكارديوماسترا. الارتريوز بتمتاز بانها الدايمتر بتاعها صغير. القطر بتاعها صغير. وريتش ان بلين او سموث ماسك. فبيقولوا عليها دي السايت اوف ريزيستنس. وفي مقاومه لايه؟ لسريان الدم. فمهمه جدا في الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. بالذات الدايستول. يبقى
يبقى تاني الارتريوز بيقول عليهم ريزيستنس فيسلز، مهمه جدا في الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر، وده هنقولها بالفول ديتيل بعد كده ان شاء الله، بالذات ضغط الدم الايه الانبساطي اللي هو الدايستولوجي. الكابيلز اتكلمنا عنها ثين وول، ومهمه في الاكستشينج اوف جازس او نيوتريانس او ويست برودكت. الفينز خدوا نفس عميق بقى لان احنا محتاج تركيز. الفينز بقول عليهم كاباسيتانس فيزنس، يعني معناها ايه؟ بيشتغل الابراج الريزرفوار بيخزنوا الدم، زيهم زي مين؟ زي الايتريال، فبيقولوا عليهم كاباسيتانس فيزنس. خلي بالكم يا جماعه بيحتوى على 65% من حجم الدم، شوفوا بيخزنوا في الدم ده ايه اليوم؟ بيقول عليهم كاباسيتانس فيزنس. خدوا نفس عميق وفكروا في السؤال اللي جاي ده. احنا قلنا دلوقتي ايه؟ البلمونري سيركيوليشن. نفكر في السؤال ده واقوم قايل لكم السيستميك سيركيوليشن. طيب فكروا في السؤال ده، واحنا بنقول السيستميك سيركيوليشن عشان ما ننساش. في البلمونري سيركيوليشن في اي حاجه اللي هي الدوره الصغيره، الدوره الدمويه الصغرى، واقول عليها البلمونري سيركيوليشن او الدوره الرئويه. هقول السيستميك واقوم جامع السؤال ده. بصوا يا جماعه، الدم من الليف ايه؟ ووصل وصلنا للدم وصل للليف يبقى اكسجينيتد، كميه دم اللي في 200 متر اكسجين فيه كتير هيجي من اللنج العصبي. هينزل من الليف فين؟ من خلال حاجه اسمها مايكرال فان. هيروح لمين؟ للليف فينتكل. هياخد من الليف فينتكل من خلال ايه؟ الاورطه. والاورطه دوت هيدي برانش كتير، منها برانش تبرعات تروح للابر هاف اوف ذا بادي، وفي تبرعات ارضي ثم سمول ارضي ثم في الاخر يعمل لي ارتريول ثم كابيلاري، يقولوا عليها سيستميك كابيلاري، يحصل عندها نيوتريال اكسشينج وجاز اكسشينج ويست برودكت اكسشينج برضه، ثم يجمع كابيليول ثم فين لارج بيتا حتى لا يوصل من هو من اللور هاف اوف ذا بادي انفيريور في النكيف للرايت اتريال، ومن الابر هاف اوف ذا بادي سوبيريور في النكيف للرايت اتريال. شايفين دي سيركوليشن كبير، وانا ماسك الجسم كله، بابا الارض اللي هو العرض الظلام، فبيقولوا عليها الجريتر سيركوليشن او السيستميك سيركوليشن. فيها ارتريز، فيها ارتريوز، فيها كابيلاريز، فيها فينز. وتحسوا اي سيركوليشن هتقعد تحتوي على الثلاث حاجات دول. ارتريز، فينز، ارتريز، كابيلاريز بينهم ثم الفينز. السؤال هنا بقى كده، احنا بدانا ناخد تجارب في البلاط صح في العدد. خلي بالكم يا جماعه، فور كولكشن اوف ا لارج بلاد سامبل، مش احنا خدنا هاو تو كولكت ا بلاد سامبل؟ لو مينيوت اماونت اوف بلاد عايزينها، كميه قليله جدا عايزينها. لو عايزين كنا بناخد تجارب دم، لا لو عايزين كميه قليله جدا، يعني على سبيل المثال عملنا هنا كميه فاليو يا جماعه، ما تبقيت فاهم خدت دم ازاي؟ هو دور بين بريك وخدت ايه؟ شكل الدبوس وخدت كميه يعني قليله جدا. صح؟ طيب لو احتاجنا كميه دم كبيره 5 مللي 7 مللي 10 مللي 15 مللي هجيب كاميرا واحد واحده اشك واقعد اجيب دبابيس واقعد اشك واضعف وبسال 10 مللي ازاي؟ ولا هروح على فين؟ السؤال هنا بقى، يا خلي بالكوا دلوقتي انتوا اللي قلتوا لو جيت اخد عينه دم كبيره تبقى منين من فين؟ طيب واحده داخلت وغمى عليها ولو عندها هبوط قالوا لها نركب لها محاليل، المحاليل ده يحطها في البين ولا في القطر ولا في الكاميرايه؟ البين شطار. يعني بمعنى اخر انا دلوقتي لو عايز حاجه اخدها كميه دم كبيره من البيشنت او عايز اديله كميه دم كبيره عصبيه كبيره هيبقى من خلال السؤال بقى ليه؟ يعني خلي بالك واحدة واحدة. يبقى فور كولكشن اوف ا لارج بلاد سامبل اوف انفيوجن اوف بلاد اور فلويد انترافينوس ميثود از يوز. ها؟ مين يقول بقى؟ اشمعنى الفين؟
الملوك بتقول كلام جميل قوي، بتقول خلي بالك انا لو سحبت دم من القطر هيتغير البريشر جامد، لكن الفيلم ما يتغيرش. اشمعنى؟ عشان ايه؟ الارترز ما فيش فيها ريزيستنس؟ صغيره مش زي الفينز. ازاي؟ طب ما لو ما فيش ريزيستنس يبقى مش هتاثر على البريشر. انت الارترز انواع، انت دخلت على المسكولر وسبت الالاستيك هات الايه؟ الكابيلر. هناخد من الكابيلر قصدك ولا هنعمل ايه؟ ما هو تقللوا ازاي؟ اشمعنى الفين؟ الفين ما يتقللش البريشر لكن الارتر ايه؟ ليه يا جماعه؟ انا لما قلت الناس ان السؤال يبقى مرتبط بكلمه انا لسه قايلها. ايه كميه الدم في ال ايه مواصفات الفين وايه مواصفات القطر؟ القطر بيمتاز بانه ايه والفين بيمتاز بايه؟ الفين بيمتاز بانه كاباسيتنس فيسل. يعني ايه كاباسيتنس فيسل؟ يعني معناها يقدر يعمل اكوموديشن، يتعود اكوموديشن اوف لارج اماونت اوف بلاد ويزود ماركت انكريز اور تشينج ان بلاد بريشر. الوول بتاعه فين؟ خلاص؟ يقدر يخزن فيه او ينسحب منه كميه دم كبيره ويز مينيمال تشينج. لكن الوول بتاع الارض هتلاقوه ايه؟ في الاستيك اليمنت وفي ماسكولار اليمنت، حتى الهيستولوجيكال بريشر الاثنين مختلفين. صح؟ يبقى بمنتهى البساطه ليه الارتري ما اسحبش منه كميات كبيره من الدم او ما ادلوش كميه كبيره؟ لان ويز مينيمال تشينج ان بلاد فوليوم ان ارتريس هيؤدي الى ماركت تشينج ان بلاد بريشر. ليه؟ الكلام ده بيتم في الارتري وما بيتمش في الفين، لان الفينز اكوردنج تو اتس ستراكشر تركيبتها هي عباره عن كباسي يعني تقدر تعمل اكوموديشن لارج اماونت اوف بلاد اور فلويد ويز مينيمال تشينج ان بلاد. وضحت الصوره يا جماعه؟ تابع للتركيب. بعض الكلام النص الام بقى يقول لك ايه؟ انا بسحب من الفين علشان الوول بتاعه بلاقي نيرف سبلاي قليل لكن الارتري كتير فتبقى نور بيرف. كلام ملوش لازمه. الاساس اللي هو ايه؟ انها كباسيتات فيزيك. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. بس خلي بالكوا بقى ان شاء الله لما تاخدوا البطنه وتخلصوا كده وتروحوا البطنه وتروحوا تسحبوا عينات دم اخوات، في بعض الاوقات يا جماعه كنا مضطرين ناخد عينه دم من الارض غصب عننا، بيبقى مضطرين ناخد ملي او 2 ملي او 3 ملي، بالذات الناس اللي في العنايه المركزه بنحتاج نشوف صوره للغابات والارض اللي في البيت، نبقى احنا مضطرين دي بالذات الكونديشن. لكن الاساس ان انا بستخدم الايه؟ الفين. في اي مشكله لحد دلوقتي كده يا جماعه؟ كلام كويس. ادي الصوره اللي قدامي اللي الناحيه دي مين؟ دول مين؟ بيمثلوا ايه السيركيليشن بتاعتهم؟ يعني عندي الدم اهو، بصوا ادي هنا اهو البلمونري فين؟ بلمونري كابيلاريز ثم ها الفيز اهي يا جماعه الفور بلمونري فين ثم ده بقول عليها مين ديت؟ ديت عباره عن البلمونري سيركيليشن. طيب من الناحيه الثانيه اللي فوق واللي تحت دول سيستميك سيركوليشن، يبقى هنا هي مع دي كده ده بقول عليها البلمونري سيركوليشن، اللي في الابر هاف واللور هاف اوف ذا بادي ده اللي بقول عليهم سيستميك سيركوليشن. يبقى النهارده ركزوا عشان في سؤالين في الاخر كده زي ما احنا متعودين. هشوف انا استفدت من الكلام اللي اتقال ولا ما استفدتش. انا بغير نفسي ازاي؟ المطالبه زي ما يا جماعه عشان اشوف انا فهمت ولا ازاي بعيش نفسي في الامتحان، يعني قبل الامتحان حتى. انا دلوقتي مثلا ولكن في امتحانات معروفه ان دي الاسئله دي جت في ال 10 سنين اللي فاتوا مثلا كشرط اي سي. بمنتهى البساطه كنا بنعمل ايه؟ كنا جاي مثلا وليكن ايه انا بذاكر كارديو فاسكولار مثلا. ومن الاسئله الفيري كومن مثلا كان 1 2 3 4 5 10 مثلا. ورق صغير اهو كل ورقه فيها سؤال. من دول ورقه فيها سؤال. واطبقها واحطها قدامي كده عشوائي واختار وادي الناس في وقت واقعد احل. انا دلوقتي عملت نفس الامتحان لازم تبقى امين مع نفسك. انا جبت لنفسي 5 دقائق لحد السؤال ده. بظبط الساعه جبت سؤال عشوائي انا مش عارفه دلوقتي، ده انا اصلا كانوا هم مثلا ملاكم 15 سؤال انا عشوائي اخترت سؤال ما اعرفش هو ايه. 5 دقائق وبظبط الساعه وقعدت احل. فاول مره بعد ما تكون انت مذاكر هتصدم انك مش عارف تشوف
تحس انك ايه؟ انت كتبت كنت فاكر انك مذاكر بس جيت تكتب كتبت اللي هو نص اللي المفروض يتكتب. بعد ما خلصت اشوف انا اقرر ان انا كتبته باللي المفروض اكتبه. عمري ما هنساه. عمري ما هنسى حاجه انا المفروض كنت اكتبها ولا قيمت نفسي وعملت ايه؟ عصف ذهني ليه قعدت افكر واعصر دماغي علشان افتكره ما افتكرتش. ساعتها لو انا كررت تاني نفس السؤال تاني قفلت نفس السؤال نفسه اقفل الكتاب وابدا اكتبه غيبا تاني هتلاقي نفسك كتبته بيرفكت كتبته كويس جدا. ليه؟ لان انا قيمت نفسي. الطالب الشاطر انه يذاكر عشان يصدق ان عليه احيانا اسئله كتير سواء مسدود او اختار من متعدد او شوف قيسي كتير ويقيم نفسه يكون امين على نفسه. فانا علشان اشوف هل استفدنا ولا لا بعمل ايه؟ سؤالين صغيرين كده في الاخر. السؤال الاول قلنا اسئله كتير المره اللي فاتت تبع للحاله تبع للجزء اللي قلناه. طيب سؤال من الاسئله بقى ما كناش قلناها بقى احنا اللي فاتوا دول حليناهم. ده ما حليناهوش بقى عشان كان له علاقه بمحاضره النهارده. اللي اتكلمنا فيها على ايه تاني؟ تكرار بيعلم الشطار. كان ناقص لنا البريكارديان والميتابوليزم بتاع النهار والبلاد فيسلز. هشوف هل اقلناهم ولا لا؟ السؤال الاولاني بيقول ايه؟ which of the following are capacitors resistors؟ يعني مش محتاج قرايه يعني قلناه وعدناه وزدناه. حد مش عارفه يا جماعه ايه هما الكاباسيتنس ريسيز دول؟ ايوه الفينز. يبقى الفينز هما الكاباسيتنس ريسيز. خلاص. طيب لو جينا سالنا سؤال تاني they are thin wall vessels at which gas exchange occurs. طب بلاش دي. لو جينا نقول مثلا على سبيل المثال they are the site of main resistance يبقى arterioles. الكلام سهل ولا صعب؟ ها؟ they are responsible for مثلا اللي احنا قلنا عليها compliance and elastic recoil. يبقى الelastic arteries. ها؟ الكلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ السؤال واحد ممكن يطلع كذا سؤال. طيب سؤال ثاني which of the following is the main اظن لسه قايلينه حرام ان ما حدش يقوله which of the following is the main floor for the fetal heart. في كلمه heart هنا ما اتكتبتش for the fetal heart هو مين؟ الجلوكوز. وعرفنا الجلوكوز ليه؟ توقع انت بتتسال في الشفا او اي كحه هتكحها اي كلمه هتقولها ليه؟ طالب الشاطر من دلوقتي ما حد يشرح لك معلومه اقول ليه؟ صح؟ هتفهم دلوقتي. فما هو يقول لك ليه بعد كده؟ يبقى انت كنت عارف الاجابه صح ولا لا؟ ما تدنكش ساكت وتيجي ساعتها يقول لك ليه؟ تلاقي نفسك ايه؟ بقك اتفتح وعينيك غمضت. صح الكلام؟ ده سن الدرس بتاعتنا يا جماعه. هناخد بريك 5 دقايق كده.